Alright. بعد ما أخذنا ال cases الحالات in which two triangles are similar. هناخد النهاردة الدرس اللي بعده اللي هو lesson 4 بيقول إيه the relation between the areas of two similar polygons. أنا دلوقتي هجيب ال relation بين ال areas of two polygons بس لازم يبقوا similar. كلمة بوليجونز عندي ترانجلز عندي كوادريلاتر عندي بنتاجون عندي هكساجون ايا كان دول اسمهم ايه بولي اي اتنين يلا نبتدي اول سيرة العنوان بيقول لنا ايه the ratio of the areas of two similar triangles اهم كلمة في دول هما similar يعني انا ما اقدرش اشتغل السيرة من اللي جاية غير لما يبقى عندي two triangles هما similar ادي معنى كلمة the ratio of the areas of two similar triangles. السيرم بتقول ايه؟ the ratio of the areas of the surface of two similar شايف ازاي؟ two similar triangles. ال ratio بين ال area بتاعة two triangles هما similar equals ايه؟ ال equals the square of the ratio of the lengths of any two corresponding sides of two triangles. انا مش هقدر اقول الكلام ده هو غير لما نقول مع بعض if triangle ABC similar to triangle DEF يلا استنتج بقى ان ال area of triangle over ال area of triangle او area of triangle ABC over area of triangle DEF equal AB over DE all square BC over EF all square CA over FD all square يبقى لاحظوا حاجتين يا جماعه أول ملاحظة إن لازم التو ترانجل دول يبقوا سيميلر، يعني لازم أثبتهم سيميلر الأول. ترانجل أي بي سي سيميلر تو ترانجل دي إف، الملاحظة. الملاحظة الثانية الأريا أوفر الأريا إيكوال سايد أوفر كورسبوندينج أول سكوير، يعني أي بي الكورسبوندينج ليه دي إي، بي سي كورسبوندينج ليه إي إف، أي سي أو سي إي كورسبوندينج ليه إف دي وعليها سكوير. يلا نشوف الاكزامبل اللي معانا دلوقتي شكل الابان ده هو بيقول لي in the figure opposite ABC triangle D belong to AB where given خطير ومش هو ده اللي احنا عايزينه AD over DB equal 3 over 4 شايف AD over DB 3 over 4 طيب given مهم جدا هبنى عليه كل الحل given اللي جاي ده هبنى عليه كل الحال DE parallel to BC and intersect AC at E if the area of triangle ABC كبير equal 784 سنتيمتر سكوير المطلوب find the area of triangle ADE ادي مطلوب مطلوب الثاني find the area of trapezium DBCE تعالوا مع بعض نقول أول وأهم خطوة أول وأهم خطوة أنا عندي في الترانجل اللي قدامي ده هو في دي إي بارلل تو بي سي الرول كان بتقول إيه أقول لك أنا كان بتقول إيه if a line is drawn corollary كانت مش سيرة if a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersect the other two sides then the resulting triangle is similar to the original triangle. يعني DE لما ترسم parallel to BC ده given كافي جدا جدا علشان اقول ان زين triangle ADE is similar to triangle ABC. مرة تاني انا عندي في given DE parallel to BC اقدر منها على طول استنتج ان ترانجل ADE similar to ترانجل ABC وبعد كده اسمعك
لما يبقى ترينجل اي دي اي سيميلر تو ترينجل اي بي سي، انا عايز اقول الاريا اوفر الاريا ايكوال سايد اوفر الكورسبوندينج اول سكوير. طب لما اقول يبقى الاريا اوف ترينجل اي دي اي اوفر اريا ترينجل اي بي سي هتبقى مين؟ قبل ما اقول اهو هتبقى مين على مين؟ التو كورسبوندينج سايد اي دي اوفر اي بي اول سكوير، اي دي اوفر اي بي اول سكوير. لكن في جيفن مديني اي دي اوفر بي دي. الله، طب يعني اعمل ايه؟ اقول لك انا قلت ايه؟ قلت الاريا اوف ترانجل اي دي اي اوفر الاريا اوف ترانجل اي بي سي ايكوال اي دي اوفر اي بي اول سكوير. لا، انا عندي اي دي اوفر بي دي 3 اوفر 4، يعني الاي دي خد 3 بارتس والبي خد 4 بارتس، لان ده مش سايد لينس، ده ريشيو بتوين ذا سايد لينس، ريشيو بتوين ايت، مش طول. لكن لو انا عايز اي دي اوفر اي بي كله، اخد ال 3 بتاعت اي دي، ولما اخد الاي بي اخد 3 بلس 4 يبقى ايكوال 3 اوفر 7. يبقى هنا لما اجي اقول الاريا اوف ترانجل اي دي اي اوفر الاريا اوف ترانجل اي بي سي، هم ادهاني 784، اي دي ب 3، اي بي جمعتها 3 بلس 4 يبقى 7. اقدر منها اجيب اول مطلوب اللي هو اريا اوف ترانجل اي دي اي كروس مالتيبليكيشن 784 times 9 over 49. ايه جبتها منين ال 9 دي؟ ما هي دي 3 سكوير، وال 49 7 سكوير، يبقى 784 times 9 over 49 اديتني الاريا اوف ترانجل اي دي اي. الله، طيب ماشي كده، انا عندي الاريا اوف ترانجل اي دي اي الصغنن ده والاريا بتاع ترانجل اي بي سي كبير، لكن ازاي اجيب الاريا اوف ترابيزيوم دي بي سي اي؟ قال اعمل له ماينس يا سيدي. ايه المشكله؟ انا عندي اريا اوف ترابيزيوم هي عباره عن اريا اوف ترانجل اي بي سي ماينس اريا اوف ترانجل اي دي اي. اي بي سي انا مديهولك في الجيفن 784 ماينس اريا اوف ترانجل اي دي اي اللي جبناها في الخطوه اللي فوق 144، عملت الاريا بتاع ترانجل الكبير كاني قصيت منه الاريا بتاع ترانجل الصغير، كده قدرت اجيب الاريا اوف ترابيزيوم اللي هو دي بي سي اي طلعت 640. يبقى انا الفت نظرك لحاجتين مهمين قوي هنا في المساله دي. الحاجه الاولى وهي اخطر حاجه في الدرس ده، ان اوعى تقول اريا اوفر الاريا ايكوال سايد اوفر سايد اول سكوير غير لما تثبت ان التو ترانجل دول سيميلر. طيب الحاجه الثانيه اللي اركز لك عليها، لما نقول اريا اوف ترانجل اي دي اي اوفر اي بي سي ايكوال سايد اي دي اوفر كورسبوندينجلي اللي هو اي بي، طب انا عندي اي دي اوفر دي بي 3 اوفر 4، لكن اي دي اوفر اي بي اجمع لي 3 بلس 4 يديك الاي بي، يبقى بقت 3 اوفر 7. دي كان الاكزامبل بتاعنا ده اهو. مهم، يلا الاكزامبل اللي بعده. ماشي، بيقول ايه بقى؟ اكزامبل ذا ريشيو اوف ذا ارياز اوف تو سيميلر ترانجلز ايكوال 4 اوفر 9. الاول ال 4 اوفر 9 دي هي ايه؟ الاريا بتاع الترانجل الاولاني over the area بتاع الترانجل الثاني 4 over 9. If the perimeter of the greater triangle equal 90، طبعا greater triangle هو greater ratio اللي هو الترانجل الثاني بقى مش الاولاني. Find the perimeter of the smaller triangle. طب عايز ارجع بالذاكره لاول درس، مش كنا بنقول الترانجل over الترانجل equals ايه بقى؟ side over side او perimeter over perimeter. يبقى the ratio between ماشي the area of triangles equal square، لكن the ratio between the perimeter of triangles without square. بمعنى انا الاول عشان ابني الحل بتاعي سميت التو ترانجل ده هم let the two triangles هم triangle ABC similar to triangle DEF،
يبقى الاريا اوفر الاريا ايكوال سايد اوفر سايد اول سكوير. الاريا بتاع الترانجل الاولاني اي بي سي اوفر اريا بتاع الترانجل الثاني دي اي اف ايكوال اي بي اوفر دي اي اول سكوير. هم دول اللي 4 اوفر 9 لانه قال لي الاريا اوفر الاريا ايكوال 4 اوفر 9. يعني 4 اوفر 9 هي اي بي اوفر دي اي اول سكوير. طب لو انا عايز اي بي اوفر دي اي لوحدهم اخد سكوير روت لل 4 اوفر 9 مرة تاني. انا بقول سميت التو ترانجلز هما اي بي سي ودي اي اف ماشي، وقلت ان دول هما سيميلر. يبقى الاريا اوف ترانجل اي بي سي اوفر الاريا اوف ترانجل دي اي اف ايكوال سايد اي بي اوفر سايد دي اي اللي هو الكورسبوندنج ليه اول سكوير. طيب هو في المساله مديني الاريا اوفر الاريا 4 اوفر 9، يبقى ال 4 اوفر 9 هي اللي قد اي بي اوفر دي اي اول سكوير. يبقى لو عايز اي بي اوفر دي اي اخد سكوير روت لل 4 اوفر 9 يبقى 2 اوفر 3. طيب هو مديني البريمتر اوف ذا جريتر ترانجل اللي هو البارتس بتاع 2 3. طيب يبقى بقت بريمتر اوفر بريمتر ايكوال سايد اوفر سايد وزاوت سكوير زي ما قلنا في اول درس. يبقى بريمتر اوف ترانجل اي بي سي اوفر بريمتر اوف ترانجل دي اي اف ايكوال اي بي اوفر دي اي. طب انا فوق جايب اي بي اوفر دي اي بكام؟ ب 2 اوفر 3. طيب عندنا جيبن بيقول البريمتر اوف ذا جريتر ترانجل ايكوال 90، يبقى البريمتر اوف ذا سمولر اللي هو اي بي سي اوفر 90 ايكوال 2 اوفر 3. برضو التاني ما زلت باكد مين اللي قال ان ال 90 هو دي اي اف ما تبقاش اي بي سي، لان البارتس بتاع الدي اي اف اكبر من البارتس في الريشو، في الريشو 2 اوفر 3. ال 3 هي الكبيره يبقى هي دي اللي تبقى 90، ومنها هنعمل كروس مالتيبليكيشن. البريمتر اوف ترانجل اي بي سي ايكوال 2 تايمز 90 180 اوفر 3 تبقى 60. دي هي البريمتر اوف ترانجل اي بي سي. يبقى ايه الجديد في الاكزامبل ده؟ الجديد فكرناك بكلمه ratio between the perimeter of triangles of similar triangles equal the ratio between side lengths. لكن في الدرس بتاعنا النهاردة the ratio between the areas of two similar triangles equal the square of the lengths of any two similar side lengths. يبقى لما اجي اتكلم على area over area قلنا AB over DE all square، لما اتكلم على perimeter over perimeter يبقى AB over DE without square. يلا الجزء الثاني بيقول لي بقى the ratio between the areas of two similar polygons. باكد تاني على كلمه two similar متفقين عليها، هنا كانت similar triangles هنا similar polygons. ازاي؟ هو بيقول كده في السيرام ده ratio of the areas of the surface of two similar polygons ونفس الكلام equal the square of the ratio of the lengths of any two corresponding side lengths of the polygons. يعني انا عندي polygon similar مع polygon تاني، يبقى اقول الاريا على الاريا بتاعت التاني equal side over correspondingly في التاني all square. ادي معنى كلمة ratio of the areas of the surface of two similar polygons equals the square of the ratio of the lengths of any two corresponding side of the polygon. بمعنى ان انا لو افترضت ان عندك polygon اسمه ABCD وبوليجون تاني اسمه XYZL والاتنين دول سيميلر، شوف انا بقول ايه، والاتنين دول سيميلر او انا اثبتهم الاول سيميلر، زين area of the polygon A, B, C, D over the area of the polygon X, Y, Z, L equal any two corresponding side lengths ونعملهم all square. يعني A, B over X, Y square. طب ينفع B, C over Y, Z square. ينفع C, D over Z, L square. ينفع D, A over L, X square. ادي معنى كلمة any two corresponding، يعني اي اتنين واعمل لهم ايه سكوير.
يبقى ادي معنى كلمة لو انا عندي two polygons هم similar يبقى area over area equal side over side all square زي ما قلنا في triangles هي هي في polygons. That's right. Okay. يلا نقول الاكزامبل اللي بعده بيقول ايه A B C D and X Y Z L are two similar polygons. حلو قوي كده انا مطمن ان هو في الجيفن ان دول two similar polygons مش محتاج ان انا اثبتهم. حلو measure of angle A equal 40 degrees. شايف A B C D similar to X Y Z L measure of angle A equal 40 degrees. تمام XY equal 3 over 4 AB CD equal 16 سنتيمتر. ادي كل الجبن اللي عندي وعندي 3 requirements ثلاث مطالب. Calculate first measure of angle X, second length of ZL, third area of polygon ABCD to area of polygon XYZL. يلا تعالوا مع بعض كده نشوف. اول حاجه لازم اطمن عليها ان انا عندي زي ما قلت كده في قرايه المساله ان انا عندي بوليجون اي بي سي دي از سيميلر تو بوليجون اكس واي زد ال. تمام يلا اول مطلوب يجي دايركت زين زير كورسبوندينج انجلز ار ايكوال ان ميجر يبقى زين ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل اكس اي عندي ب 40 يبقى اكس اديها 40 ده اول مطلوب. المطلوب الثاني انا عندي في الجيفن اكس واي ايكوال 3 اوفر 4 اي بي يبقى لو قلت اكس واي اوفر اي بي 3 اوفر 4 طب اي بي اوفر اكس واي اقلبهم 4 اوفر 3 الكلام ده جبناه من بروبرتيز اوف بروبورشن. تمام ماشي يبقى من السيميلاريتي ان اي بي اوفر اكس واي ايكوال سي دي اوفر زد ال. طيب انا عندي اي بي اوفر اكس واي من اللي انا وصلت له هناك 4 اوفر 3 طيب سي دي في الجيفن بكام ب 16 كروس مالتيبليكيشن يجيب لي المطلوب الثاني اللي هو زد ال 3 تايم 16 اوفر 4 ماشي ايكوالز 12 سنتيمتر وده السكند ريكوايرد ده المطلوب الثاني. اخر مطلوب ده سهل جدا ليه انا عندي اتنين بوليجونز هما سيميلر من الجيفن يبقى الاريا اوفر اريا سايد اوفر سايد اول سكوير. مين السايد اوفر سايد؟ ما هو اي بي موجود في الاول اكس واي في الثاني يبقى اريا اوف اي بي سي دي اوفر اريا اوف اكس واي زد ال ايكوال اي بي اوفر اكس واي اول سكوير. اي بي اوفر اكس واي هي كام؟ 4 اوفر 3 4 سكوير 16 3 سكوير ب 9 يبقى the ratio between their areas equal 16 over 9 وده كان المطلوب الثالث والاخير. مساله مباشره وسهله ما فيهاش اي حاجه لكن فيها مجموعه افكار طبعا رجعت لي من الاول الانجل قد الانجل رجعت لي من الاول السايد اوفر سايد قد السايد اوفر سايد وضافت عليها المطلوب الثالث بتاعنا النهارده اللي هو الاريا اوفر اريا equal side over side all square. يلا الاكزامبل اللي بعده ماشي. The ratio of the perimeter of two similar polygons equals 3 to 4. The sum of their areas equal 225 centimeter square. Then find the area of each of them. يعني انا مدي لك ايه في المسألة عشان نفهم المسألة بس الاول. في two polygons ratio between their perimeter 3 to 4. طب انا من المعلوماتي بتاعت اول درس ان side over side equal ال perimeter over perimeter ماشي. يعني انا لو عندي the ratio between their perimeters هي the ratio between their side lengths. طيب لكن لو انا محتاج area over area يبقى side over side all square ماشي. امال هو اداني مين في الاثنين؟ لا ما ادانيش ولا واحد في الاثنين لكن اداني sum of their areas equal to 225.
Then find the area of each of them. أول معلومة بقول لك عليها في الحل. The ratio between their perimeters 3 to 4. يبقى the ratio of the length of two corresponding sides equals 3 to 4. Perimeter over perimeter هي side over side هي 3 to 4. لكن لو أنا عايز area over area أعمل 3 squared by 9, 4 squared by 16. يبقى area of the first polygon over area of the second polygon equal 9 over 16. طيب دي ratio. لكن لو أنا عايزها side length هقول إن let the area of the first polygon 9x, area of the second polygon 16x. جبتها منين؟ إن بقول لك area over area, side over side all square, يعني 3 over 4 square بقت 9 over 16. طيب 9 over 16 دي الاريا بتاعت الأولين والتاني؟ لا, دي ratio between their areas. لو أنا عايز الاريا الحقيقية أسميها 9x و16x. أرجع للجيفن اللي قال the sum of their areas equal to 125. يبقى المفروض 9x plus 16x equal to 125. يبقى الx بكام؟ طب تعال نجمع 9 plus 16 25x equal to 125. أعملها divided by 25. يبقى الx equal 25 over 9 plus 16 25 over 225 over 25 equal 9. Find the area of each of them. خلاص كده المهمة بقت سهلة. The area of the first اللي هي 9x تبقى 9 times 9 81. Area of the second 16x, 16 times 9 equal 144. The area بتاعت الأولاني 81. The area بتاعت التاني 144. Sum of their areas equal to 125. ده الاكزامبل بتاعنا. Perimeter over perimeter هي side over side هي 3 over 4. يبقى area over area 9 over 16. افترضنا الاولاني 9x التاني 16x. هو قال لي السم بتاعهم هما الاثنين 225. منها جبنا الx طلعت 9. عملنا 9x times 9 و16x times 9 عشان أجيب find the area of each of them. عايزين الاريا بتاعت كل بوليجون من الاثنين. That's right. ماشي الكلام.